قرآننا نور ودستور لنا قرآننا وبه حياة الروح والأقدام قرآننا فإذا اتبعنا هديه وعلومه عشنا بفقه وأمان عشنا بفقه وأمان يا حافظ القرآن حقا إنه قرآننا يا حافظ القرآن حقا إنه قرآننا وحافظ لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى مهات إسكاله إلهي قلوس وكا كل مياه هلكن أولو وينينا كتاب كيسا برنامج كمر كان هور أغلو حفلة دن marka hore waxaan ku soo dhaweynayaa dayfu sharafka oo ay Xaji Muhiuddin Cabdulle iyo lujnada masjidka Ibn Abbas iyo lujnatu tahkim oo ilmaha imtixaanka ka soo qaade waxaan ku soo dhaweynayaa waxaan ku soo dhaweynayaa sidoo kale waalidiinta madrasada soo ajiibeen dacwada loogu yeeray. Maxaa kale sida kale soo dhaweynaya macallimiinta iyo ardayda. Walaalayaal, waxoogaa meesha waa iska yar kuleel waay waxoogaa, marka hala samro insha Allah arrin weyn baa meesha lagu hayaa, hala yar dulqaato insha Allah. Xaflada ahdaafteeda maxaa way dhiirigelin inay caruurta quraanka dhameeyeen in la dhiirigeliyo. Sida ogsoontihiin hadafki kale maxaa way dadka meesha ka soo qaybgale xadiidka nabiga sida loo sheegay inay ku soo degi baraka iyo raxma, oo xadiidka muxuu ahay: majtamaca qowmun fii beytin min buyuuti illaahi yatluuna kitaab allaahi ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. مجلس كان ومجلس خير سن نبي صلى الله عليه وسلم محنو شاق قوم هدا اسكوكو إمادان قري قريه إلهي كمده أيو كتابك إلهي إسبرايان إلا قوم كاسمحوا ليه نبي صلى الله عليه وسلم ملائكتا أصو ويغاريسا رحمتنا ويكسو دقيسا إلهي سبحانه وتعالى أكتسو كشيغايا برنامج كحفلة هون أرقلينا إن شاء الله محانا نكب الله بينا آيات من القرآن الكريم ونو أخرين دونو الطالب عبد الباسط عبد الرشيد حسين إيو أسماء أحمد بشير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإن للمؤمنين إن
وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
بالبينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين أيها الآباء والأمهات والضيوف الكرام وزملاء الطلبة والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن مجموعة من طالبات معهد الإخلاص في قسم التحفيظ وقفنا أمام وجوهكم النيرة لنقدم لكم أنشودة بعنوان أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم يا أولياء أمورنا شرفتم حفلاتنا يا مرحبا بضيوفنا أهلا بكم أهلا بكم يا أولياء أمورنا شرفتم حفلاتنا يا مرحبا بضيوفنا أهلا بكم أهلا بكم يا أولياء أمورنا شرفتم حفلاتنا يا مرحبا بضيوفنا أهلا بكم أهلا بكم يا معهدي علمتني علما يزيد هدايتي والبيت يرعى صحتي فكلاكما لسعادتي أهلا بكم أهلا بكم يا معهدي علمتني علما يزيد هدايتي والبيت يرعى صحتي فكلاكما لسعادتي أهلا بكم أهلا بكم يا مولدي ربيتني وبحسن عطفك صنتني شكرا إليك معلمي أنت الذي ثقفتني أهلا بكم أهلا بكم يا والدي ربيتني وبحسن عطفك صنتني شكرا إليك معلمي أنت الذي ثقفتني أهلا بكم أهلا بكم يا والدي ربيتني وبحسن عطفك صنتني شكرا إليك معلمي أنت الذي ثقفتني أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نحن مجموعة من طلاب معهد الإخلاص في قسم التحفيظ، وقفنا أمام وجوهكم النيرة لنقدم لكم أنشودة بعنوان قرآننا. قرآننا نور ودستور لنا، قرآننا وبه حياة الروح والأقدام، قرآننا فإذا اتبعنا هديه وعلومه عشنا به في قبضة وأمان، عشنا به في قبضة وأمان. يا حافظ القرآن حقا إنه قرآننا، يا حافظ القرآن حقا إنه قرآننا، هو حافظ لكم من الشيطان. والله خص أنبياء بنبوتي، والله خص أنبياء بنبوتي، يهدي بمن هدي بني الإنسان. يا أمة الإيمان إن كتابكم قرآننا، يا أمة الإيمان إن كتابكم قرآننا، يهدي إلى التقوى إلى الإحسان. هو واقع ومعلم وناطقون ببيان التالي وبالتبيان. فلن تثل لما قاله قرآننا يصلح لنا الشرقان والغربان. ثم الصلاة على النبي وآله والصحب والأتباع كل زمان. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثم الصلاة والسلام على السيد الأوحد والنبي الأمجد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المجودين لكتاب الله والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الحضور الكرام من السادة الآباء والسيدات الأمهات والضيوف الأجلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استطبت الوقوف أمام جلالتكم في هذه المناسبة العظيمة للحديث إليكم عن فضل حامل القرآن الكريم ومعلميه ومتعلميه. أيها الجمع المبارك، إن من أشرف العلوم تعلما وتحفظا وتفهما، هو ما حث الله سبحانه وتعالى وحث رسوله صلى الله عليه وسلم على تلاوته وتدبره وتعلمه، ورتب على ذلك المنازل الكريمة والدرجات الرفيعة. ذلك هو القرآن الكريم الذي قال الله في أوصافه: وإنه لتنزيل رب العالمين.
نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أيها الحفل الكريم، لقد أنعم الله علينا بالقرآن العظيم الذي هو شرف وعزة لحامليه ومتعلميه، بل هو شرف للأمة جميعا، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طورت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. ولقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عصمة فقال: إن هذا القرآن عصمة لمن اعتصم به. وأثنى الله سبحانه وتعالى على من عاش مع كتابه فقال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم معلم القرآن ومتعلميه خير عباد الله، فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأنهم التقوا على أشرف مائدة ومع أقدس كتاب الذي هو القرآن العظيم. إذا فأشرف الوظائف بدلالة هذا الحديث هي الانشغال بتعليم القرآن وتعلمه. ومن أجل هذا الحديث قعد الإمام الجليل أبو عبد الرحمن السلمي 40 سنة يقرئ الناس القرآن بجامع الكوفة مع جلالة قدره وكثرة علمه. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام أهل القرآن إكراما خاصا ومتميزا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم سماهم بأهل الله وخاصته، فقال: إن لله أهلين من الناس. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أيها الحفل المبارك، إن فضل الاشتغال بالقرآن الكريم تعلما وتعليما لا يدانيه فضل، وينبغي لنا أن نتميز باهتمامنا بالقرآن العظيم لما شرف الله به حامله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال أيضا: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أيها الأب الكريم وأيتها الأم الكريمة، إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فاعرف منزلة القرآن في قلبك. إن كنت تسمع القرآن فتفرح به وتستأنس، فاعلم أن الله يحبك. وإن كانت الأخرى فتلك علامة الشقاء،
فإن القلب الذي لا يعي شيئا من القرآن قلب مخذول ملعون ملعون محروم مغلوب عليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كل قلب لا تشرق عليه شمس القرآن فهو قلب ملعون، وكل نفس لا تشرق عليها شمس هذا الدين فهي نفس ملعونة. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. فالقرآن يغني صاحبه عن كل حسب ونسب. يا حاملي هذا القرآن تضلعوا، ما أنتم سواكم بسوائي. ويقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي لفظ: اقرأوا سورة البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهراوين فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعلنا ممن نال شرف القرآن وكان من الفائزين في الدارين. اللهم اجعل هذا الحضور حضورا مباركا، وارزقهم إيمانا وهدى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله المنان الذي أنزل القرآن فجعل يحفظه صغار الولدان، فهو حجة الله على تعاقب الأزمان على كل من على الأرض من جن وإنسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننال بها الغفران، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ذو الفصاحة والبيان، أفضل من صلى وصام لله وتلا القرآن. فصلوات الله وتسليماته عليه من جاء يهدم الأصنام والأوثان، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما غاص في البحر حيتان. فإليكم مني كلمات عبر عنها سيد الثقلان بأنها سبب للمحبة وزيادة الإيمان، كلمات تثقل وزنها على الميزان لكنها سهلة عند نطقها باللسان، فهي تشفي القلوب من الحسد والعدوان، فبإفشائها تزداد الألفة بين الإخوان، ألا وهي سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، وحان هرتي نوسو استاقي أنيكم مثلا يوم علمين تا إن أن تعليقيو كلمة دي أي جلسي قبل أني حافظة كتاب الله في هذا يقول ريس. إخوتي في الله، ومواضيع دمان تدنواء حفظ كتاب الله، موضوع الموضوع كحوية تعليق. ورد الفضل العظيم لتعليم القرآن الكريم في العديد من الأحاديث الصحيحة، ومن أشهرها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
فضلك قرآنك إيو شرفت قرآنك لغوه له وحل سوكوبي كرماها وحانكوه رمالا حديثك رسولك صلى الله عليه وسلم قد هاي خيركم من تعلم القرآن وعلمه كينا إذنكو خير بدن أمدان كينا إذنكو خير بدن وحاوه كانت قرآن كبر وعلمه كذب نسيبرا حديث كاس ولما ذكر بايب الدليشان هاي وكميديا هاي سفيان الثوري فضلوا إقراء القرآن وتعليمه على الجهاد في سبيل الله وحي كفض ليالا قرآن كون لا أخريه يا قرآن كون لا سيبره إنه كفض لبذنيا هاي حتى جهاد في سبيل الله ومرتبة أدو سريسة تاسو تلمام إيسا قرآن كريم كفضل جيسا يشرف أوليه وقد ورد عن أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل أنه كان معلما للقرآن 40 سنة أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل حديث كاس خيركم من تعلم القرآن وعلمه مركو أخيي حديث كاس سببتيس أي أفرتن سنة معلم وهاي القرآن براي 40 سنة يفديه القرآن براي ومعلم هاي أصغوا عالم هاي أو علم بدن هاي القرآن كاس وجو أي براي أفرتن سنة مركا القرآن كفضل جيسا آد يا آد أي أبدن هاي أيها الآباء والأمهات والضيوف الكرام وزملاء الطلبة والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحن مجموعة من طلاب معهد الإخلاص في قسم التحفيظ وقفنا أمام وجوهكم النيرة لنقدم لكم متن تحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزوري المتوفى سنة 1208 هجري المقدمة يقول واجه رحمة الغفور دوم سليمان والجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سمعوا بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل الأحرف للحفظ 6 رتبت فالتعريف همز فهاء ثم عين حاء مهملتان وين الخاء والثاني إضغام بستة أتت في يمولون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يضغم فيه بغنة بينمو علمة إلا إذا كان بكلمة فلا تضغمك دنيا ثم صنوان تلا والثاني إضغام بغير غنة في اللام والر ثم كررنة والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في
خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. شف ذاتنا كم جاد شخص قد سما ضم طيبا زد فيه تقضع ظالما. أحكام الميم والنون المشددتين وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كل حرف غنة بدا. أحكام الميم الساكنة والميم إن تكون تجي قبل الهجاء لآلف اللينة اللي ذي الحجة. أحكامها ثلاثة لمن قبض إخفاء إضغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء. والثاني إضغام بمثلها أتى وسمي إضغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمي شمسية. وحذر دواوين وفأن تختفي لقربها واتحاد تعرفي. ماذا نقول بهم؟ عليه نفسي إسلامي الإيمان كنت وانعم آلهة وأضاها إلا الشيخ وبجدها تتبين الأشياء. وحن أمر عيننا أما أخياك نسأل في فأوه ريان علمنا للمشايخ دينا يضيف شرف حفلة الإمام توقع مرتشاة بلغة وراكي المجدين عبد الله محمد أو كان من الأوضياشة ومجد عبد الله بن عباس ومسيد حتى أخذنا نقول علينا وراكي المجدين أسر sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa culimadeena qaaliga ah Sheekhna Cabdulmadir Cusmaan Maxamed oo ah odayga dugsiga Ikhlaas ama odayaasha dugsiga Macadka hadda ujeedaan ka mid yahay wuxuuna ka mid yahay sidoo kale guddiga Cabdulaahi bin Cabaas وحونا كمدة والدينتا ولو حكومة والدمان تعرفتوا الشهادة طهان دونا إن شاء الله فاركو حمق لنا شعب ولكسود أوادينا السوق لك السوق لك أوراك أنا محمد شيخ محمد كان ساحبك هنا كان مدى أوضياش الدبسية أنا أها رئيس لجنة التحكيم انتحامك هذا الله انتقامنا أن نسوي للتجريسة ninkii inoo qaaday buu ahaa jazaawlo khayran iyo dhammaan dadkan soo goobi kara magacyadooda midid ma sheegi karo walaalkeena Yaasir Xaydar aan la fadhiyay halkaas noorso fudiswaad diiday Yaasir Tarokombe Kariim Hussein atena Kariim Sana uko nyumbani hapa runtii sidoo kale waxaad u maashay macallimiinta juhuudana arkaysaan juhuud fardi ma وحلق في قلندر معها عرضت يا قران الاثنين وي خطبه الى اخري وي الى اخري متن يا هذا دي سنين تجويدك او كل شيء عبد الله مشايخ دان كرجين انه كل ذلك يستحقون الاجازه وحنا ملين لها ان تحفظ الى الاجازه ومدين مركا جمعا هذه الاجازه الى هذه فراد فراد على قدها وكل ما جاب بن سوء الى قص امرك اينا والمسيح سو دواد لنا هي والدين تا رك دمر ما سو دواد مرحبا بكم ادب ما سنتين عيد كسته حلفه بن قيب قاطي سي توس اه يا سي دد بوي ما تقانا اي ما تقانا المسيح انت هدي ان كان بوخو ما جعلين يا ما تقانا اي يا سو دواد xalfadan sida la sheegay waa xalfad lagu talagalay
إن لو تشجيعه لو دي رجليه أرضي ده قرآن كحرب السيء سألو سعطان نعت الإخلاص قيبت هذا إنه أرفع لدوم وأم قيبتي تحفظ وهذا يوحي أن هناك أقسام أخرى عرفت مرقى هذه النجف اللي هي هذا هذا وحيكلها وجهي في قسم التحفيظ كل تلميح حاس وفهم كردان هناك أقسام أخرى قيمة كالباجرة وحرفة المانتا هي كما تقال اسم قصين عنو كمرق فربرتو إنه تحفيظ وجوده قرآن كبير قرآن مياه مراجعة ومسوه ومراجعة كدب هدي أي نقطة إن شهادة لسي انتحام ومرأة أور انتحام ومرأة انتحام كوا معلمين ديكس وقالا المدرس الفصلي انتحام كلاب الله متقامة إمام المدرسة انتحام كقال انتحام بس الدحاد أه ممتحن خارجي إن إذا الله لا كانوا متقامة بنان أو كبح سن معلمين تا انتحام كي قالا أرضي دمر كمان طالك دون طال إن شاء الله تعالى وحويا سدح انتحام يا مرأة سدح الدواء بوليستي مركي الأسبوع العلي النتيجة صوب بعضي لا والله قرا ماشي مركي النتيجة ماشي قرا ما أهم مدي مع المعلم وصو صار قلي مدي معلم وصو صار مدي وصو صار ما ملك مدرسة مدي وصو صار لج أيصو صار لج التحكيم قال سقط راعي تاس مركو حاط صوب حس هو فينا شا أرضي قال عليا مرق الأحوال اللي سكجرته من محمد نسيه هاي إن متقنع حقا المقيم هيبه oo mata qanaay oo dhici karta in dugsiga uu ka mashquulo oo meelo fog ay xafad u guuraan waxa ay badan waxa jira dhuruf kharijiga ah oo arday ku iman karto u baahan marka in la sif gaar loo qiimeeyo inaga marka waxyaabahaas aan ka taxadarnay waana sameyn marka dhurufta inaan qiimeeyno ardayga qiimeeyno si guud u qiimeeyno si gaar ahna u qiimeeyno waa hagaaga marka sidaas weey marka insha Allah ta'ala ardaydaas marka saas imtixaan ka soo mareen kuwa quraanka dhameeyeen baa jiraan hadda inta quraanka dhameeyay sanadka waqtiga xilliga corona runtii horta corona wuxuu iska noqday maran bisiyo odri hadan tacliintana runtii sigaar aan u sameeyay waxaan u maleynahay waxbarashadii muddo hadda laba sano xogaa marna waa la xiraay mar waa la furay marka alxamdulillah ana ilaahay subxaanahu wataala wuxuu ma taqaanaa noo fuuday inaan arintaas isamin badan uu keenin aan isku dayno macallimiinta in aan anaga si gaar ah xil saarno oo ilmihi sadii soo caay noqdo hadii ay tahay dareeris hadii ay tahay quraan ay dhageystaan inta wax xil wax iska saarin ardayda inta way ka badnaayeen ardayda quraanka dhameeyay kuwa hajaran dib u laabtay oo dibadaha ka imaadeen la jireen misanuur annabad aad arrinta kamid ahayn suceyd tirgisa marka إن شاء الله تعالى أيضاً وحن رجينينا إن أي متقع ما يمرك لك أنت حمل إقالته إلى شرع الله وعدن أرضي بهذا فرديان وأنت حمل سوى إليه وهذا النظام كانت عن الشيء إنه هدي أي صوم مرام وهي لا يشهد إن شاء الله شرع الله وعدن أرضي كل يوم إستقال ما يفرد يلاك أنت قرآن قد مرسي هدي قرط إيتان وأنت حمل في إدياب صوم مرام وعلى إقاله معلمين دو وقف المسلمين دولنا intaxaan baa laga qaadayna marka saasa shahaado u siin doono marka processkaas hadii ay soo maraan iyo nidaamkaas insha Allah ta'ala shahaado aan u leeyahay marka laakiin si guud waxa weeyaan 20 arday oo hadda ma taqaana quraanka dhameeyay dugsi way joogaan marka jazaakumullahu khayran adad ma santihin xafadan wixii ma taqaana gabad fal ah ama taqsiir ku aragtaan واتكرها لها مثلا لم نقصد ذلك ظروفها جراء أولا مركا مجلس ابن عباس من سيقارها لما يسنيه فنتي وحان أمر لنا مجلس ابن عباس باهدي سوى اسكم مقاطع السورة السر رسمي الله فورن أيها بالله وتباهدي مركا وحي كنت سنة ساعة مجتمع أنه أبهاي مسايد فقال حان لنا هاي مسايد كأن يستركز على غير قاطع إن شاء الله لما أنت أنا كغير قاطع فإذا وجدنا مرك الله فرنا كسب دون مرك أدب المسيحيين لجنة جزاكم الله خير وبارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد و
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات. الله سبحانه وتعالى أي أمان إمهات سكوب كان أسقناطي الله سبحانه نوافجي إن وينين كتاب الله عز وجل ووحك استو لويني كمضا إن لويني بقوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أن وحي وعد إيوانا يو ترى سجيد يك وربحين معك وحيه أن ورائهن مديرك المكوك يهي يو خطيبتي خطبة وآخر سي قبل دينا نفيس فارح يوم عرفت المعلم إبراهيم أيها نور دمي ما أنت مركا إن أنا وعدنا ما هن أيها نوعدي جزاهم الله خيرا أن امتحانك وجودا بي يا وحان الله كاني طبعا أرضي أو أفر قبل إهايين لحن ويل إهايين مركا امتحانك أنقاضني أري يورالك إن شيخ عبد الرحيم وهذا نغمقا أيا ويحي وها عموما مد آد إياد أولا لسن صوتها وحكو فهمي كرتا درجاتك إيكو باصين طبعا أرضي أيا هايين سيديد أرضي وحيكو باصين ممتاز وحاوي غانا ذلك قار درجته أي وحيدها لبض صهر تين مارت وحيكو باسين درجة جيد جدا جدا أو أيدهان درجة بي أي بي يكو باسين وأسباع مكرتان مارت الدلال كميش يالا يسيد الدلالين حفظهم الله الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأغهرين أني أقول الله هي مجع والدينتا مجع جدّي مسجد كابن عباس وحان سي ديران أسود وين هي رمان ولا لها شرفت بدن حفلة ربي سبحانه وتعالى كلام كيسا لغوينين ايو كسو قيب قلي ايان اوهرين كسو دوين ايا اون لاي هاي اهلا وسهلا ومرحبا ثانيا وحان مهد بلارا وعلن هيا رمان معلمين تا معتك الإخلاص وجود بدن سدرون تأكب بحين هيا تعليمين تأبت كان إيو تربية ضوضة أي كو تربيين أيان تربية الإسلامية جودي أي بحيين ومن ما انتهرتين كموغضة وحان لي هيجنا جزاكم الله خير الجزاء رنت إيه الرعدة وحاوي أبد كان قرآن كحفظي أي معلمين تو سوق عن قبتين سونا بربارين إن أن لسيدين دروس تودي إسلامي قايد هي تعليم تودي سيدي أي قوضا لهايين هدين النهاي والدين تي إن المدى إيادة جهدي بدن هي فكر بدن أنكم بحنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محيدين عبد الله
kuna hadlayo magaca marna waalidiinta marna magaca masaajidka Ibn Abbas guntigiisa ka mid ahaa waxaa sharaf ii ahaa inaan soo dhaweeyo walaalaheenna nagala soo qayb galay xafladan sharafta badan oo lagu kor yeelayay kalaamka Ilaahay culimmada akhyaarta dhalinyarada gabdhaha iyo macallimiinta kulligiin waxaan leeyahay soo dhowaada aad ayaad ugu mahadsan tihiin xafladan qiimaha badan oo aan nagala soo qayb gasheen ila Allah ayaa mahad iska leh na waafajiyey inaan isugu nimaado arrintan qayrka ahaa oo caruurta qur-aanka soo xifdiyey niyad dhiska loogu sameynayo in caruurta kale oo weli aan qur-aanku qabyo u yahay oo weli aan dhammaystirin inay hami iyo sharaf u naqato oo iyakana aad ugu dadaalaan sidii waladii ka horreysay ay ugu daydaan الحمد لله إلى ما هذا سكلا مشان أوجد دان وما أنت فلنا ومساجد كي ابن عباس وولي قبيعها فإذا دوه الرئيسان عن ما أنت كيف إذا سنة إن شاء الله وحرجيننا إن مرر بطن يضع أنت عن كهك أكسن وكما موسى aan ka faa'iideysano wixii aan wixii walaalaha muslimiinta ahaa ay waqtiga iyo dhaqaalaha ugu bixiyeen waxay ahayd in arrintan iyo wix la mid ah ugu wada faa'iideysano waxaan ka bilaabaynaa ardayda ee mushaarikiinta inuu akhriyay majmuucat al-rashid عبد الكريم عبد الله عيسى يعيد أخبرنا عبد الكريم عبد الله عيسى الدينيس إن شاء الله عبد الله قاسم شيخ عبد الله قاسم حسين دونا عبد الكريم شيخ عبد الله قاسم عبد الكريم عبد الله عيسى عبد الغفار عبد الرشيد مصعب جامع قرسي زبير محمد طاهر محمد عبد الرزاق عبد الله عدو رضوان فؤاد حسين شعبد عبد الرحمن رضوان فؤاد حسين زبير فرحان محمد عبد المالك عبد المجيد خالد بشار احمد حبيب بريد حبيب فاروق عبد الرشيد حسين سياد احمد ابراهيم عرفات مهد عرفات عبد الله طالع عبد الله طيب تريد أن تهلك سيد الله يبدأ هذا المعيو يبدأ هذا الشيء ما أعبه قرآن سميرة آدم قاسم وعسين إذا زينب ثم أسيا زينب من أمتوي وزوالي فتيه سميرة آدم قاسم عائشة أحمد بشار عائشة أحمد بشرى عبد الرشيد أحمد سراج محمد معلم آمال آدم محمد قيبتا سعود أرديتي ما أنت المسلمين عشان عن الشيطرة هذا هو عليكم بينا أنا معلمين
macalimiinta ustaad ibraahim siyaad sheekh maxamed macalim ibraahim siyaad ustaad ibraahim siyaad ustaad cabdulxakiim cumar muxamed cabdulxakiim cumar muxamed ustaad cabdulxakiim ustaad haaruun maxamuud axmed أستاذ شريم حسين محمد أستاذ ويس آل إبراهيم أستاذ ويس أستاذ عبد الحكيم محمد سيدر أيضا معلمين طبعا أستاذ ويس أستاذ عبد الحكيم waxaan isu daynaa martidaya martida sheekh maxamed sirdis lajna taxqiiq garsoorayaasha xaaji ciisa nasinaya sheekh الرشيد عبد الباسط عبد الرشيد حسين وانا كشهاده قاطي ولقدسي بتقدير ممتاز حمزه عبد الولي عثمان حاج محي الدين حمزه عبد الولي عثمان حمزه marka annaga hadiidayro ramzi aan seenay waalidiintu waxaan ka codsanaynaa ilmahaas cumro iyo xaj in la geeyo insha allah annaga inta karaankeena ma un inta awoodeena intaasay noqotay marka waxaa ku jira lama naqaano waxaa ku jiro lama yaqaano allahu aclam yaxya muxiyuddiin cabdulle sheekh cabdiweli sheekh cabdiweli cusmaan yaxya muxiyuddiin cabdulle usaamana waa loo yaqaanaa ninkaas yaxyana waa la dhahaa aad buu mahadsan yahay ismaaciil maxamuud axmed maxamuud ismaaciil axmed maxamuud xaaj ciise ismaaciil axmed maxamuud xamza cabdullaahi bilow sheekh maxamed macalim xamza cabdullaahi bilow شيخ محمد معالي عامر ويس محمود شيخ عبد الله قاسم شيخ عبد الله قاسم عامر ويس محمود
runtii dadkan waxaa ku jiro dad soo hijrooday oo qur-aan u imaadeen. Nafiisa faarax mire, yaa inoo fadhiya dumarka meesha. Ama shukri ay Nafiisa faarax mire. Nafiisa faarax mire, gabadhaas waxay ka mid tahay gabdhaha qur-aanka dhammeeyey shahaadada qaatay, haddana khudbada inoo akhrisan ahayd. Asmaa Axmed Bishaar, Asmaa Axmed Bishaar. Zaynab, Asmaa Axmed Bishaar. Asmaa Axmed Bishaar. Safa Awais Maxamuud. Safa Awais Maxamuud. Safa runtii waxay ka mid tahay dadka aad u dadaalay oo u soo jireeday qur-aanka. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala u fududeyn saarkan. Aasiya Cuhmaan Muusa. Aasiya Cuhmaan Muusa. Maama Nafiisa Aziiso. Aasiya Cuhmaan Muusa. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه مختلف ألوانه كذلك وَقُلِ
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قرآننا نور ودستور لنا قرآننا وبه حياة الروح والأقدام قرآننا فإذا اتبعنا هديه وعلومه عشنا في قبضة وأمان يا حافظ القرآن حقا إنه قرآننا وحافظ لكم من الشيطان والله